قدر الله ما شاء فعل. الله يثبتها عند السؤال. والله اني فقدت لي شخص غالي. سر وفاة بوسين القباع عروس حائل بالبوسنة بعد اسبوع من زفافها. بمقطع فيديو نشره مواطن سعودي اسمه عبد اللطيف العامر على حسابه الشخصي على منصة اكس، بينعي في زوجته المتوفاة بوسين القباع وبيدعي ليها بالرحمة. تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي وعملوا هاشتاج عروس حائل وهاشتاج بوسين القباع، واتكتبت تغريدات بدعوات بالرحمة من كل اللي يعرفها وكل اللي قابله اسمها بالصدفة، وخيمت حالة من الحزن على العروسة الشابة. تعالوا نعرف حكاية العروسة السعودية بوسين القباع والسر ورمتها المفاجئ بعد أسبوع واحد من زفافها. بوسينة شايع ناصر بن عثمان القباع، شابة سعودية من مواليد مدينة حائل بالمملكة، معروفة للمقربين منها بطيبة القلب والخلق الطيب. بوسينة عقد قرنها على الشاب عبد اللطيف خالد مبارك العامر، وحفل زفافهم كان يوم الجمعة 11 أغسطس 2023 في قصر فينيسيا للاحتفالات بمنطقة حائل بالمملكة. وحفل الزفاف جمع بين عائلتين معروفين من حائل، هم عائلة العامر وعائلة القباع، وكانت مظاهر السعادة في حفل الزفاف واضحة على كل الحدود. سافرت الشابة بوسينة مع زوجها عبد اللطيف للبوسنة في رحلة شهر عسل، وكانوا مستمتعين جدا برحلتهم. وفي يوم الخميس 17 أغسطس 2023 كانت بوسينة القباع وزوجها عبد اللطيف متواجدين في مكان عام في البوسنة، وفجأة حست بوسينة بتعب وإرهاق فتحرك بيها فورا زوجها على المستشفى، وهناك توفت. صدمة قابلها العريس الشاب عبد اللطيف وهو بيستقبل من الأطباء خبر وفاة عروسته اللي جوازهم ما كملش أسبوع، والسبب كانت سكتة قلبية. الصدمة اللي استقبلها عبد اللطيف العامر بالصبر، واستقبلتها منطقة حائل بحزن خيم على الشارع السعودي، حزن على فقدان عروس حائل اللي هزت وفاتها منصات التواصل الاجتماعي والصحف المحلية، وتنقل الخبر صحف كتير بالوطن العربي ومواقع إلكترونية، خاصة بعد نشر الزوج الملكوم مقطع فيديو اتكلم فيه عن حزنه وعلى عروسته، وقال فيه: الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل، إنني فقدت شخصا غاليا، الله يثبتها عند السؤال. الفيديو لمدته 16 ثانية بصوت ملكوم حزين وعيون مصدومة حزينة وكلمات بسيطة جواها وجع الفراق، اتفاعل معاه رواد منصات التواصل الاجتماعي، وبدأ المغردين بكتابة تويتات مواساة للزوج تحت هاشتاج بوسينة القباع. فكتبت مغردة وقالت: الله يغفر لها ويرحمها ويجعل قبرها روضة من رياض الفردوس الأعلى من الجنة وجميع موتى المسلمين. وعلق مغرد على الفاجعة وكتب: اللهم اغفر لها وارحمها وعود شبابها واربط على قلب زوجها وأهلها وألهمهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. انهالت الدعوات بالرحمات للمغفور لها بإذن الله بوسينة القباع، ودعوات بالصبر والسلوان لعيلتها ولزوجها ولعيلته. والغريب في حكاية بوسينة القباع رحمة الله عليها إن كتبت مغردة اسمها هياء الشعيل من حساب رسمي موفق بالعلامة الزرقاء قصة حزينة عن حياة بوسينة، فقالت إن والدة بوسينة اتوفت وهي بتولد بوسينة، وإن بعد ما كبرت واتجوزت هو أسبوع واحد بس في عز شبابها وفي عز فرحتها بزواجها اتوفت، ودعت ليها بالرحمة والمغفرة، واتمنت إن ربنا يعوض الفقيدة شبابها بالجنة والفردوس الأعلى. والتغريدة دي خلت الحزن يزيد والتعاطف مع حكاية عروس حائل يزيد، لدرجة إن كتب الإعلام السعودي أنور المحيسن على صفحته الشخصية تويتة قال فيها: نحن لا نعلمها، والله يعلمها، وما نعلمه أننا نترحم عليها، واسمها يتكرر أينما نظرنا إلى هواتفنا ونحن لا نعرفها ولا نعلم خبيئتها، فالناس شهداء الله في أرضي، اللهم ارحمها ووالدتي وجميع أموات المسلمين والمسلمات. بوسينة القباع. رحم الله عروس حائل بوسينة القباع، سائلين أن يلهم زويها الصبر والسلوان.